هنا بسطة الصبر على الأحوال، ومن تفاح الفاكهة إلى تفاح الأمل، باع جراح نصار تفاحاته صبرا على الحياة، لكنه كان يشتري الأمل وظل يخبئه كأي عراقي لا يستسلم أمام الظروف، حتى أوصلته تفاحاته إلى طوكيو، ليس بائعا هناك، إنما لاعب بارالمبي يشارك في دورة الألعاب الجديدة ممثلا اسم العراق. نصار ابن الناصرية فعلها وأحرز رمي الثقل ليحصل على لقب في العالمية بميدالية فضية تبعده سنتيمترا واحدا عن صاحب الميدالية الذهبية، وكأن لعبة رمي الثقل رمى بها نصار ثقل الحياة التي يعاني منها العراقيون على حد سواء، ليصبح فارسا بارالمبيا رغم أنه تدرب وتمرن داخل بيته. فلا ترف في الحياة ولا مسرة، ليسطر المقولة الرائعة أن من رحم المعاناة تولد النجاحات.